أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء استلام القمح من المزارعين منتصف أبريل الجاري. الوزارة أشارت إلى استعداد الجهات المسوقة الثلاثة، الشركة القابضة للصوامع والقابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، لاستلام الأقماح في المناطق المخصصة لذلك. وأكدت الوزارة أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد، موضحة أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي ووزير الزراعة عبد المنعم البنا سيقدمان تقريرا بالأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل. وشددت الوزارة على أن أي أسعار يتم تداولها في وسائل الإعلام ليست الأسعار الرسمية.